السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود محمد حلمي، طالب كلية هندسة جامعة أسيوط قسم كيمياء. الفيديو ده فيديو تعريفي لأول كورس في القناة، كورس سوليدوركس. إن شاء الله في الكورس ده قدامكم ده المخطط كل اللي أنا هشرحه إن شاء الله في الكورس ده. هبدأ أشرح إن شاء الله الرسم 2D، كأنك بترسم على بورد عادي. بعد ما نخلص إن شاء الله رسم 2D وكل شيء عن رسومات 2D، انا هوريكم حاليا نموذج لرسومات 2D. احنا ان شاء الله طبعا في 2D نبتدي من رسومات سهله بالشكل ده، ثم بعد ذلك هنبدا نزداد صعوبه 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 لغايه ما نوصل لرسومات مش صعبه ولكن محتاجه دقه شويه، ومحتاجه ان احنا نكون خلاص كده فهمنا كل شيء زي الرسمه دي او الرسمه زي كده. تمام. طبعا الفايلات بتاعه الرسومات اللي انا هرسمها هنزلها احطها في الوصف بتاع الفيديو. بعد ما اخلص ان شاء الله كل رسومات ال 2D هبدأ اشرح ال 3D drawing بيحصل ازاي. بعد ما اخلص ان شاء الله رسومات ال 3D drawing وكل شيء عن ال 3D drawing، هبدأ اوريكم ازاي ان احنا نضيف ماتيريال لل 3D drawing ونقدر نحسب مركز الثقل بتاع البارت اللي احنا صنعناه. بعد ما اخلص 3D drawing كده احنا خلصنا كل ان احنا ممكن نصمم اي قطعة ميكانيكية نشوفها، ولكن احنا ما نقدرش نركبها على بعضها، وده الشغل بتاع الاسمبلي. الاسمبلي انا هشرح فيه كل اغلب الاسمبليز اللي احنا بنحتاجها بشكل عام، بس في طبعا في ادفانس اسمبلي خالص، دي انا هشرحها بعد لما اوصل للموشن اناليزز. ولكن انا هشرح كل اسمبلي اللي هي مثلا انت تحتاجها لو انت هتركب بيستن في عربيه مثلا، بيستن بتاع محرك عربيه. تمام. بعد ما اخلص ان شاء الله الاسمبلي هبدا الستاتيك سيموليشن. الستاتيك سيموليشن هو ان احنا معانا قطع ميكانيكيه هنختبر فيها اختبارات الشد والضغط اللي عليها الاستريس اللي بيحصل عليها، والاختبارات الشد والتمدد اللي بيحصل، الديسبيسمنت اللي بتحصل بيها، وبعد كده نقدر نحسب فاكتور اوف سيفتي والى اخره. طبعا الرسومات عشان برضو انا احب اوريكم نموذج من الشغل هيمشي ازاي. ده ريبورت بيطلع من 4 دي سينما، سوري، من السوليد ووركس. بيطلع بالمنظر ده مثلا اهو، انت بتطلع ريبورت تقول له انا عايز اطلع 1 2 3 4، انا عايز اطلع الديسبيسمنت، انا عايز اطلع الستريس. ادين انا بس مطلع منه الستريس اللي بيحصل على الشكل والديسبيسمنت اللي بتحصل على ده الستريس، وبرده الديسبيسمنت اللي بتحصل عليه والسترين اللي بيحصل عليه، واخيرا فاكتور اوف سيفتي. تمام. ودي حاجه مميزه جدا في السوليد، انك ممكن تعمل اي قطعه ميكانيكيه وبدل ما كل شويه تفتح وترندر على السوليد، لا انت خلاص تعملها ريبورت تروح طالعه لك كفايل وورد. طبعا انا هعلمكم ازاي بنعمل حركه زي كده. بعد ما نخلص الستاتيك سيميوليشن هنبدا ان شاء الله في الانيميشن. انيميشن والموشن اناليزيس الاثنين متقاربين، وطبعا انا مش هقول الفرق ما بينهم دلوقتي لان انا كده يعتبر بشرحها. انا هوريكم بس نموذج لشكل الانيميشن والموشن اناليزيس بيحصل ازاي في السوليد ووركس. ادي بارت، ده اسمبلي بتاع شكل معين، ده بتاع ارم روبوتك، روبوتك ارم سوري، بيتحرك بشكل سلس، اعتذر، بيتحرك بشكل سلس، ولكن انا ما اقدرش احركه انا عايز اشوفه قدامي يتحرك عشان انا اطلع برضو نفس الحركه اللي عملتها في الستاتيك سيميليشن واطلعه لحد عشان يشوفه بدل ما كل شويه رندر، لا انا عايز برضه اطلع فيديو وكذا. ده برضه بيوفره لنا ان احنا نعمل الفيديو في الانيميشن مثلا ونحرك الفيديو. طبعا انا مش عايز اعمل فيديو اللي هو اطلعه، لا انا عايز اوريكم شخصيه موجود في السوليد بيشتغل ازاي. يعني مثلا عادي بيشتغل كانه بيتحرك، انت اللي بتحركه، بتكون مديله اوامر قبل كده وهو بيتحرك على اساسها. تمام. طبعا في الموشن اناليزس اللي هو يقول لك مدى بتاع كل شريحه بتتحرك بشكل ازاي، ويرسم لك حواليها ويرسم لك رسومات بيانيه عن الفورس اللي بتحصل، عن الديسبيسمنت بتاع كل شريحه، عن كل شيء بيحصل، والسبيد بتاع كل حته اللي انت بتعلم عليها. تمام. ده اللي في الموشن اناليزس مش في الانيميشن بس، وده محتوى الكورس كله. بعد ما نخلص كل ده ان شاء الله هنبدا في الفلو سيميوليشن. الفلو سيميوليشن اللي هو انت مثلا انت معاك مائع عايز تمشيه في انبوبه، عايز تعرف الانبوبه دي ازاي، او مثلا انت معاك بود فريم بتاع سب مارين عايز تمشيه في مائع اللي هو الميه، وعايز تحسب ايه اللي هيحصل، هيكون شكل
الفريم هيحصل له ايه وهو جوه الماعة لما يتحرك بسرعة كذا والى اخره. بس ده محتوى الكورس كاملا. بس ان شاء الله من الحلقة الجاية باذن الله، لما قلت هبدأ اشرح ال2D بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.